وصل بنا المقام عند أركان الصوم، ومن بين أركان الصوم النية، والنية هي قصد الفعل ومكانها القلب، ولا صلة للسان بها لا من قريب ولا من بعيد. فأنت تقصد الفعل بقلبك، ولا يجوز لك أن تتلفظ به بلسانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصلى، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يتلفظ بالنية، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم. فالتلفظ بها ليس من ديننا. وهل النية متى تكون؟ تكون من الليل قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، لا صيام. وبالتالي هذا الشخص من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، فلا صيام له، صيام باطل. ومعنى يجمع أي يقصد، ومباشرة ما دام غربت الشمس ووصل لك خبر أن غدا ستصوم، فمباشرة وتلقائيا تأتي نية الصيام. وكذلك فيما يتعلق إذا قمت إلى السحور، فمباشرة تكون نيتك أصلا أن تصوم الغد. وبالتالي مبحث هل النية تكون في كل يوم أم النية مرة واحدة في أول الشهر مبحث نظري وصوري، ولا ينبني عليه أي عمل، ولا ينبني عليه أي فعل. وذلك أن المسلم متى أفطر أذن المغرب ودخل وقت المغرب، فمباشرة عندما يفطر يكون قصده أن غدا سيصوم، ويؤكد ذلك أنه إذا قام إلى السحور. فبالتالي سواء كان من أول الشهر نوى أو في كل يوم، فتلقائيا سوف يأتي في كل يوم. فإذا هذا مبحث نظري صوري لا ينبني عليه أي عمل. أما في صيام النافلة فالأمر سهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقولون: لا. قال: اللهم إني صائم، بمعنى أني دخلت في نية الصيام من الآن، أخبركم أني قد دخلت في الصيام، فلا تتعبوا أنفسكم ولا تشغلوا أوقاتكم بالبحث عن طعام لي. هذا صيام النافلة. أما الفريضة فقلنا لا بد من تبييت النية قبل صلاة الفجر. لكن السؤال الذي يأتي دائما، وهذا كان في الزمن السابق، أما الآن مع اشتهار وسائل الاتصال ووسائل السوشيال ميديا كما يقال في هذا الزمان، التواصل الاجتماعي، فأصبح هذه المسألة نادرة، وهي: من ثبت عنده صلاة، ثبت عنده الصيام أو وصله خبر ثبوت رمضان بعد الفجر، ويكون أحيانا قد أكل أو شرب، فأولا هو لم يبيت النية، ثانيا ربما يكون قد أكل أو شرب، فماذا يفعل؟ يفعل يتم الصيام، لأن هذا معذور. وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صيام عاشوراء فرضا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا صيامهم ولم يأمرهم بالإعادة. وبالتالي هذا يلتقي مع حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا إن شاء الله كما يقول علماء الأصول رفعت المؤاخذة والإثم، وليس فقط رفع الإثم، رفع المؤاخذة والإثم.
وهذا ما يسمى بعموم المقتضى، عموم المقتضى. فيا أحبائي في الله، إذن هذا جواب هذا الشخص الذي هو حاله أنه وصله خبر الصيام في أثناء النهار أنه قد ثبت رمضان وهو نام مبكرا، لكن هذا أصبح في هذا الزمان مثال نظري بسبب الاتصالات والتواصل الاجتماعي، وبالتالي الأمر ما عاد. لكننا نقول ربما بقي عندها نفر أو فتبقى الحكم، وهذا جوابه. وبالتالي إذن هذا موضوع النية.